غادة عبد الرازق تطل في مقابلة جديدة وتبدو منهكة نفسياً ونادمة. حاولت إخفاء أوجاعها ففشلت وانكشفت مشاكل حياتها الخاصة دفعة واحدة على الهواء. فماذا قالت؟ أطلت الممثلة المصرية الشهيرة غادة عبد الرازق في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الآغا، وكشفت عن أسرار مهمة من حياتها الخاصة. بحسب تصريحات الممثلة، يبدو أن الآلام التي عاشتها عندما كبرت وتعيشها حالياً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوالديها، إذ قالت أن وفاة والدها وهي في سن صغيرة آذتها نفسياً بشكل عميق. الأمر كان سيكون أقل ضرراً لو أن والدتها ملأت الفراغ العاطفي عندها حينها، لكنها تخلت عنها وتركتها عندما كانت ما تزال بحاجة لها. تكلمت عبد الرازق بنبرة حزينة حتى أنها كادت تبكي. ذكرياتها القديمة أثرت عليها ولم تستطع أن تخرج من حزنها حتى عندما كبرت. لو عد بي حد يقول أنت ندمتي على اللي عملتيه، أقول لك لا، ما ندمتش عليه. وكما كانت والدة الممثلة بعيدة عنها في صغرها، ابتعدت عبد الرازق أيضاً عن ابنتها روتانا وهي صغيرة، إذ اعترفت بأسف شديد بأنها في الماضي كانت واقعة تحت تأثير إغراء المال والشهرة، فلاحقت أعمالها الفنية وأهملت ابنتها. هذا الخطأ هو من أكثر الأمور التي تندم عليها عبد الرازق اليوم وتتمنى لو أنه لم يحصل أبداً. كما كشفت عبد الرازق عن أنها كانت تجهد خلال لقاءاتها الصحفية في الماضي لإظهار أنها تعيش حياة سعيدة، مع أنها لم تكن كذلك في الحقيقة. أما اليوم فلم تعد الممثلة تريد أن تكذب على نفسها لإرضاء الجمهور أو لتجنب انتقاداته، إذ تكلمت بصراحة غير مهتمة بما سيقوله الناس لاحقاً. أما بالنسبة للمستقبل وأمنياتها، فقالت أنها فقدت الأمل في أن يتحسن شيء ما في حياتها.